السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلما عن لك أمر وأردت أن تحتاط له بعناية الله وتوفيقه، وأردت توفيق الله مقرونا بالسداد والعون والمعونة، فعليك بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ذكر الله مرتبط مع الإنسان في عباداته، ففي الحج مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال بعد ذلك: واذكروا الله في أيام معدودات. وفي صلاة الجمعة يقول الله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وحتى في مواطن الجهاد والحرب والقتال يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أما جزاء الذاكرين لله سبحانه وتعالى فيتحقق في كثير من الآيات والأحاديث النبوية. ففي الآيات القرآنية يقول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وحتى في حالة من حالات الذكر، وهي أن يذكر الإنسان ربه سبحانه وتعالى خاليا حتى تفيض عيناه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فلندم على ذكر الله ولنكن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات.